معكم احمد كينج. طب يا شباب يوم انا احكي لك شنو حسن ايه شباب يوم احنا نلعب لعبه شباب يوم احنا نلعب لعبه ماينكرافت وماب البحث عن الزر. انا حسين فهن نبدي هاي يمكن مرحله منا بدون ما نغير قوانين ما في صندوق اكو هنا تحت بي وتم ها اجيب زر ونحطه بعد ونحطه على القرداية سهلة عاد هاي المرحلة الأولى. طبعا شباب ما لعبي أول مرة أسل لعبة ايه افتح دار الباب شو نطب ها المرحلة الثانية المرحلة الثانية شوف شنو ماكو شي هنا عشان هزر هنا جوا يلا بس تفتح الباب تاع ما سهلة ايش بعدين في الصعب جوز هزر هنا يعني. شنو شنو هذا صعب كلش ايه ندور هنا هاي صندوقني ايه صندوق شنو هاي شو ايه ولا ما اب زين عطى قبل كتل ايرون هاي هاي ما نزور كبير هالمرة شان نجي شنو هاي هاي بعد رجيتي رجيتي بلوك ايرون دايموند جولد قولي اذا بلوك يعني نلقي هاي صندوق اذا مو بلوك كان نلقي بالزرج يعني هم الوضع ما شنو هاي هير فين اتش دير نو اوه ماي جاد نو ايت تطفي الدار احمد ها تجي تطفي الدار طفت شوية بعد بعد احترقت ابغى الجواز زر لو تلقي شنو اي ما شنو ما انت ما فيها من سر غيرت ما فيها من لا تقول لي سر ريدستون والجري اسود الباب هنا يمكن يسوي قريب على الباب هو جوز يعني احمد ممكن اقول افكر بيها يمكن لقيته هنا عفرج أحمد جو الناس صدوق بس بقى يمكن لقيته تعال تعال بس تعال ايش هذيك لقيته لقيته؟ لا ما لقيته بقى احنا كحفرة بس ما اشوف شيء لا تقولي ها حاسه صدوق ويمكس تعال ساعدني كسر شو كسر بس تعال بقى فتح الباب صدق بس زرع صار ساعدة بس بي هو نوع اشوف هنا يا رأي صدوق ما هو ما بيشي عنده قبل حطه هيجي شو جواه ها جوا الزر انا يا زر هاي دسته الباب ما فتحت شو راح ندوس بيه طفى طفى انا ما شنو لعب حاجة صغيرة سبور نشوف غير مكان تبون كل سنة دوش الزر ما دوش عليه ما دوش أكثر من دوش عليه تون نشوف وين ليش حاطين هاي فوقها ليش حاطين هاي فوقها لا انكسر ما انكسر أنا أجرب أحط فوق وقعت مش انت وصلت
فوكس ترى انا اقول لك يمكن فوق الهاي لازم نصعد، شو ما شلون نصعد والله بالغلط. خلاص ما شنو هاي؟ ها بوتك مش لازم اموت بوتك. اضرب. ايه اسطورة. شوف اكو شي تدور، مو اللي تصعد دور، انا اصعد انا فوق راح ادور. ها ندوز هنا بطل. شنو احنا ما حد وراها؟ يلا غدا بابا هاي. لا 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 شاشين سوحون شوف شاشين بيقبلون بس يلا نشوف وين الزر. فوق شجرة ساعدنا. أنا صعد يا نسوقف عشان هصغر نفتي وانا ها مو فوق. خفين نوعي من فوق صور شو تلقينا الباب شو رايش فوق وينها؟ ويجي يجي أوقف. أقول لك لازم يكسر الزر. لا لا ما يصير، حتى ما يتذكر إذا كسرته. نجرب أدوسه، المفروض هذا مفروض. عاد اشفط الروح على الوش، اشفط رجع شوف هذا بيرمين. يلا كفو. شنو المرحلة الأخيرة؟ لا بعد، لا هاي هاي ما ادري. لا اطبع هاي اخاف الجزر تشبع منه. لحظة يمكن هنا هو. لا انا في تيم وين اخاف جو هنا صير دور وده جو البلوكات خاف. نشوفه وين مو غير هذا. قولك على الأخير. لا بعد ما جوز جوز لا ماكو شي ورا. أنا أقول لي صعب هذا. جم جم جمي شنو؟ عرفتني قتلته. صدق افتح المتجر وما تدري ايش حطيت لعبة المتجر. موجود عشان عرفت يوم شلون تنفتح. أنا شنو هذا الباب شنو؟ أصعد لك هنا؟ أنزل لك هنا؟ لحظة هو هذا الزر بس يمكن عطلان بريدستون. هذا هو شلون نجرب؟ والله رجعت كسر أصلا. أشوف يمكن عطلان الزر ما أدري بس هو هذا. لحظة حسين ظل دوس عليه. انزل انزل ظل دوس عليه هنا شوف اللي وصل. اصلا هو موصل. ايه موصل بس الباب ما يش ما كان في مسوي بعيد عليها. تعال نكسر باب. يلا خليها لكو اصلا حابب لكو دوس عليكم. شوف هم صدقوا منا. ليش ما يعبر عنها معبر؟ ادا كسر الباب. السلام عليكم. ما شاء الله هنكسرها ياكل خلل.
اوك راح اجيك من هناك من فوق. يلا فتح اخذ بالمواب. يلا فزنا هين. اعتبرونا اعتبرونا فزنا منها. اعتبرونا اعتبرونا. شنو اخر مرحلة يمكن هو؟ ايه قليل عمل لازم نصوره ثاني. يلا احجاك نشوفكم بعد زرنا هندور. بس ما اتوقع اخر مرحلة هاي. بس خلصت يمكن. يا كسر ودي يلا. لا اسكت. لا تعال بوريك. لا تعال. لا انا اريد الدربار. تعال باللحمة اليوم. لا 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 اللحمة ما تشاقها هاي. لا خلاص خلاص المهم. لا يا عود. نار عمود. احمد احمد. يلا اوكي شباب وصلنا الفيديو، لا تنسون لايك اشتراك. مع السلامة، باي باي.